بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، أهلا بكم في قناة أطبخ وينجز. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الفول تكملة وجبة السحور، وهنعمل إن شاء الله الدقة، وهنعمل الزيت، تركيبة الزيت بتاعت العربية. وإن شاء الله الطريقة حلوة جدا، هتوفر معاكي وقت وهتوفر معاكي الغاز، ونفس نتيجة عربيات الفول، والكمية ما شاء الله كويسة جدا، وطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا مع بعض نشوف عملتها ازاي. ده كيلو فول، اي نوع تجيبيه هتنقيه وتغسليه كويس جدا. ده انجليزي من كارفور ب 18 جنيه، سعره اقتصادي ونوع حلو جدا، ونفس الفولة اللي بيستخدموها عربيات الفول، الفولة الصغيرة اللي لونها حمرة شوية دي. عايزة تجيبي بلدي براحتك، اي نوع فول من اي عطار. هنا غسلته كويس جدا، مش هننقعه خالص على البارد، القشرة بتجلد وتبقى النتيجة سيئة جدا. العربية الفول ما بيعملش كده، ولا المطاعم ولا اي حد بيبيع فول على البارد كده، بيتغسل ويتحط في مية باردة وبيتحط على النار. هنشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. هنا الدماسة هعملولك ان شاء الله في الدماسة وفي الحلة، ما عندكيش دماسة في الحلة زي الفل، وهتشوف ان شاء الله النتيجة في الاخر. الكركم مضاد اكسدة ولون طبيعي، هنضيف معلقة صغيرة على ربع كيلو، وهنضيف 3 معالق صغيرين ممسوحين خالص على 3/4 كيلو. هرفعهم بقى على النار، واول ما يغلوا نشوف شكلهم هيبقوا ازاي وهنعمل فيهم ايه. هنا بعد الغليان هضيف بقى ملح ليمون، بيحافظ لي على اللون بتاعه ما يغمقش ابدا، وبيسرع لي عملية التسوية، ويعني ممتاز. يعني هي هنضيف ملح ليمون وهنضيف بيكنج باودر، بيسرعوا لي التسوية، ومكونات طبيعية 100%، ما فيهاش اي ضرر. بره بيحطوا حاجات يعني سيئة جدا، وحاجات كيماوية وتضر الصحة، ما نشتروش من بره ابدا. هنا ما شاء الله طفى على السطح اهو، اعرف انه كده تمام ولونه تحفة زي الفل. هطفي بقى النار واسيبه بقى منقوع من 3 لـ 4 ساعات في المية المغلية بتاعته دي زي ما هو كده، ونشوف ان شاء الله بعد ما اتنقع شكله ازاي. طريقة سهلة جدا ومبسطة. غسلته وضفت له الكركم، حطيته على النار، اول ما غلي ضفت له ملح الليمون، هطفي عليه. هنا بقى خلاص بعد 3-4 ساعات شكله هو فاتح، ما بتغيرش خالص، وما شاء الله الحبة حجمها ضاعف وزي الفل. بنضيف بقى عدس وبنضيف فول مدشوش، لنفس التركيبة بالظبط بتاعت بره. يمكن بره كمان بيضيفوا رز، احنا لا، هنضيف مكون احسن ما يلزقش معانا في الحلة. هكتب لك مكونات ان شاء الله، ربع كيلو ونص كيلو والكيلو. ربع كيلو ضفت له ربع كوباية عدس ونص كوباية فول مدشوش. هنا معلقة صغيرة بيكنج باودر على الكيلو كله، حطيت حوالي 3/4 على الحلة والربع في الدماسة. الطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنا بعد ما اتنقع من 3-4 ساعات ضفت له البيكنج باودر والفول المدشوش والعدس. بسيبه بقى اول ما يغلي على نار هادية يستوي براحته، ما كملش معايا من 2 لـ 3 ساعات، ما عادش يعني فترة خالص. تراقبي بقى المية، عايز مية تزوديه بمية مغلية، لو حطيتي مية باردة يجرمز والحباية تنشف، تزودي مية مغلية زي الفول ما مغلي بالظبط. هنعمله بقى مادة الربط بتاعته، يعني العربيات بيستخدموا دقيق، احنا هنستخدم دقيق وشوفان، يعني براحتك. الدقيق هعمله في الدماسة، والشوفان اللي بيعمل بقى صيام متقطع او اللي بيعمل دايت ياكل منه، يبقى ما شاء الله مش حاسس انه بياكل نشويات ضارة ولا حاجة، يعني ياكله بالشوفان زي الفل. انا عن نفسي بعمله بالشوفان. للـ 3/4 كيلو 4 معالق كبار شوفان، هيربطهم لي زي الدقيق بالظبط واحلى. هنا ما شاء الله كان استوى زي الفل، ربط حوالي 10 دقايق بالدقيق والشوفان، بطفي الحله خلاص على كده، والحبايه ناعمه وزي الفل. هنعمل بقى دقه الفول، نص كوبايه ميه، ده الزيت لوحده والدقه لوحدها. هناك معلقه صغيره كمون، مع نص معلقه كزبره، ربع شطه، معلقه صغيره ثوم، ليمونتين كبار، نص كوبايه ميه، و5 معالق ممسوحين خل. هنركبهم كلهم على بعض وهنحطهم في ازازه، وتستخدميها في باب الثلاجه، تخلص بتعملي غيرها، افضل ما تعملي كميه كبيره وطعمها يغير. يعني ما شاء الله ممكن تقعد معاكي اكتر من اسبوع،
يبقى ان شاء الله عندك السحور اللي عملنا الطعمية وادي الفول، يبقى عندي كل حاجة في البيت. هنا الدقة جهزت، اعمل بقى الفول. بيعمل عربية الفول، بيحط زيت الحار مع الزيت العادي الدورة او العباد عشان يحد من طعم الزيت الحار، ما يعملش حرقة في المعدة في السحور ويتعب. فكده خدت طعم الزيت الحار عشان قوي، وانه يبقى خفيف من الزيت العادي. ده فول الحلة ما شاء الله زي الفل، وهتشوفي معايا ان شاء الله شكله عامل ازاي. ناعم جدا، ما كملش ال3 ساعات، حافظنا على القشرة، ما جلدتش مننا، وزي الفل. ولا ضفنا خضار، يعني في ناس بتضيف جزر وبتضيف ليمون صحيح وبتحط طماطم، لا هو مش طبيخ، الفول تدميس، يبقى على الهادي والنقع المظبوط بعد الغلية، زي المستوقد بالظبط بتاع الفول ما بيعمل. ده فول القدرة ما شاء الله تحفة، الاتنين زي الفل. هنا كنت ركبت الطبق كله، وهوريك ان شاء الله يعني بضيف عليه الاضافات ازاي. ده الحلة وده القدرة. هنا الطحينة ان شاء الله هنعملها مع بعض في فيديو منفصل بإذن الله. معلقة صغيرة طحينة، شوية دقة، شوية زيت، قلبتهم، ظبطي الملح بتاعك، تروحي ضايفة الفول، وأحسن طبق فول تاكليه ان شاء الله مع قطب خبيز. تحفة، طعمه كان تحفة، وعمل لي ما شاء الله كمية كبيرة جدا. هنا بعد ما برد، اديكي شايفة ما شاء الله كريمي جدا وناعم، يعني احلى فول ان شاء الله تاكليه. الكيلو عمل لي حوالي اكتر من 10 اكياس وطبقين كبار، هيوفر معاكي كويس جدا. اي نوع فول تجيبيه يعجبك، وان شاء الله انا عجبتك الوصفة. متنسيش في اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.